نحن الآن في موقع العمل في مشروع الحويز، حيث تبدأ الأعمال المرحلة الثانية بعد عملية التسوية والدحل، حيث نقوم بعملية وضع الحجر المكسر على الطريق الرئيسي في مرحلة ما قبل الدحل، وتتم إن شاء الله عملية التحضير لوضع طبقة البقايا على الطريق الفرعي. نحن في قرية الحرية رفعنا مشروع لمجلس المحافظة مشان تسفية الطريق الرئيسي في قرية الحويز اللي يربط بين الحرية والحويز. طبعا هذا الطريق هو خط الإنقاذ الوحيد لقرية الحرية باتجاه الحويز والقرى الآمنة. أحيانا نتعرض لقصف والطريق حالته يرثى لها، يعني صعب المشي فيه، صعب المرور، ضيق، الحفر دبحتنا دبح. فلجأنا لمجلس المحافظة ورفعنا مشروع، والحمد لله تمت الموافقة، وحاليا الشباب بلشوا الشغل، وإن شاء الله خلال كم يوم يجهز الطريق زفت نظامي على خير إن شاء الله.